طيب هرجع تاني لنادية وده طلع منك نادية واحدة تانية خالص. غير اللي انت كنت عارفاها. دي حقيقة. ايه الفرق ما بين نادية قبل ونادية بعد، والحكمة اللي طلعتي بيها من الموضوع ده برضو تقوليها لستاتنا وبناتنا على فكرة؟ يعني البنات برضو على فكرة، مش عشان لسه ما اتجوزتش يبقى هي كده تمام براءة، لا بالظبط. تمام. هو اهم حاجه، اهم حاجه ان احنا فعلا نعمل الكشف الدوري اللي بتعمله كل سيده بعد الدوره بتاعتها، ده اهم حاجه. او بنت او بنت يعني ده مهم جدا. في بقى فاميلي هيستوري ما فيش، مش فارقه خالص، لان فعلا دي حاجه مهمه ان احنا نطمن على صحتنا. واي علامه تشوفيها غريبه، يعني في مثلا بنات، انا صيدلانيه فدخلت في قصه التوعيه شويه بتاعت مرضى السرطان لما جالي. في بنات مثلا، بنات لسه يلاقوا لبن نازل من البريست، فده بالنسبه لنا علامه غريبه، لا روحي وشوفي القصه فيها ايه. يعني في علامات. طب حلو بقى، يعني حاجه صيدلانيه، قولي لنا بقى العلامات والسن اللي المفروض يبتدوا البنات او السيدات يروحوا يعملوا الماموجرام او يبتدوا يكشفوا. هو الطبيعي ان احنا بنطمن على صحتنا كل 6 شهور، يعني كل 6 شهور. من سن قد ايه لسرطان لو في فاميلي هيستوري؟ يعني مثلا ليتس سي ام جالها وهي عندها 37 سنه، يبقى البنت لازم تبدا تعمل الماموجرام اللي هي بنتها من وهي عندها 27 سنه، 10 سنين فرق. ده مهم جدا عشان تبقى لو في اي حاجه نلحقها في البدري، سبيشالي انه يبقى في جينات معينه في العيله مثلا لو الام عندها. استاذه ناديه قلتي موضوع اللبن لبنت صغيره، ايه تاني برضو من العلامات اللي تستوقفنا؟ كلكيع او اي علامه غريبه في الجلد، كشكل الجلد مهم جدا ان احنا نكون عارفين ان في حاجه غلط. يعني شكل الجلد ساعات بيبقى شكل زي البرتقانه، في قشور، اي ورم باين، سواء تحت الابط، مش لازم في الثدي على فكره. أيوة. تحت الابط او في الثدي ذات نفسه، لان الثدي بيبقى مرتبط بالغدد الليمفاويه اللي هي موجوده، وده اللي حصل معايا. يعني انا كنت ثدي وغدد ليمفاويه مع بعض. فاي نوع من انواع التغير اللي احنا بنشوفه واحنا بناخد شاور بعد الدوره. أيوة. لازم نكشف على طول، ما فيهاش كلام. على فكره الصفحه مقلوبه وبيحيوكوا وبيقولوا لكم الستات ما بيعرفوش يستسلموا. اه طبعا دايما اقوياء في كل المواقف. انا كنت عايزه اعرف من ناديه الجديده شكلها ايه، وايه الفرق ما بينها وبين ناديه قبل ما يحصل. بصي، هو زي ما نسرين قالت، احنا فعلا الزعل بيجيب امراض حقيقي. انا كنت اتعرضت لصدمه نفسيه كبيره، اهلي توفوا في حادث كبير واحنا راجعين من السفر. فدخلت في ديبريشن محترم، قعدت اتعالج منه سنه. كم واحد من اهلك هنا؟ والدتي الله يرحمها، وخالتي وجوز خالتي وبنت خالتي. يا فهم كانوا يعني هم دير ماي فاميلي يعني. فهم توفوا، صدمه كبيره، صدمه كبيره. وكنت لسه مخلفه بنتي، فانا اوريدي عندي اكتئاب من بعد الولاده 3 شهور. مامتي توفت وكل القصه دي حصلت، دخلت في اكتئاب شديد، قعدت اتعالج منه سنه وبعدها اتطلقت. فكل الصدمات كانت مأثره على نفسيتي جدا، وانا طول الوقت عايزه اقوم واقف ولا اي حاجه اقوم واقف. انت ما شاء الله مبتسمه وعندك بوزيتيفيتي. الحمد لله. بصي، اللي يمر بحاجات صعبه كتير وما يطلعش منها بمورال او بحاجه يقدر يمشي عليها بقيه حياته، يبقى كده ما اتعلمش حاجه. لا، وما استسلمتيش، عملتي على اليوتيوب نصايح للستات كمان. ده حصلت بقى، بدات ادخل في قصه الفيديوز واليوتيوب او التوعيه عامه لما شعري وقع. من اصعب الحاجات اللي مريت بيها لما اخدت الكيماوي. وبعدين انا واخده كلينيكال فارماكولوجي دبلوما في الكيموثيرابي في الكيماوي. فكنت عارفه ان ده هيحصل، بس مش عارفه انه هيحصل بسرعه كده. انا في 24 ساعه شعري وقع كله. بتبقى اصعب لحظه على الست الحقيقه، صعب جدا. يعني انا حتى وانا باخد الكيماوي ومتالمه مش عارفه استوعب ان انا مش شايفه حاجه باينه. تبصي بقى في المرايه. في كمان